سلام جونا في التيك توك رقم اربعه السلسله ذي واضح انها عجبتكم مره لذلك خلونا نبدا بدون ما نطول وهيا بنا وبسم الله ايوه اوكي انا كنت بطيح كذا فجاه لا اراديا شوف هذه واحده من الثنتين لا واحده من الثنتين هذه اظن حاط جرين سكرين ومغيرها حاطها الى سيارات والله اعلم لازم ما تشوفون سيارة تتحرك يا توقع يو 2014 الربع 2014 حرفيا 2014 لا هذا اوه راحت عليه العدسه اوه لا حاط حمايه تصدقون شوفوا هذه انكسرت لكن شوفوا يوم يلفها العدسه اللي جوا سليمه شوفوا ايوه 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 اوف ايو 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 والله حركه ذكيه بس سؤال ايش اللي كسرها معقول ان الورق تم اختراع الركض عام 1830 الناس عام 1829

ما حولكم احد قاعدين في النص هناك فوق كذا بنين ولما تضرب من كل جهه يقلع ام الرعب لا وفي الليل كمان يا لطيف حلمت حلم عادي جوجل بيزوجك الف <applause> الف <applause> الف مبروك ونبارك. يا اخي والله يا صدق لا تفسروا في جوجل يا عيال والله من جد ترى كيس كيس حرفيا الا ما رحم الله الله اعلم بعد بعض المواقع والله ما ادري بس سبحان الله انا ما احب افسر اصلا شغلة هو انك قاعد تاكل كذا في مقصف مدرسه تروح ترجم يقول مبروك زواج <applause> يا اخي الله يا الهي هذا ايش ذا يا لطيف والله شو شو كيف شو كيف منفوش كذا اقسم بالله يا العين اختفت والفم والحواجب والخشب كل شيء والله جاني فضول اتمنى ان راعي المقطع ذا انه يحلق الكلب ذا على الزيرو احس الكلب يطلع جسمه صغير مره قوم ضخمة الشعر هذا كله يا الله هذا رمان صح يا ولد ما شاء الله ايش ذا الرمان دم دم حرفيا وش ذا الارنب الكيوت يا الله كيف قاعد ياكل نفسك تعطيه كف <applause> الله ما ادري لا يا اخي ايوه الله يستر اه ثاني كذا يصبغونها طلعت سهله وانا توقعتها يعني معقده اكثر شيل اشوف النتيجه النهائيه باشا يا لبيب بالاخير راتب يقلع ام الوظيفه الحلوه اللي تحس كذا ساتسفاين كذا راحه وانت تسويها السؤال لو غلط بس ما يقدر يغلط لا وين المربع الابيض كبير اذا اقنعك صاحبي تخرب الدايت واشتغل عندك الضمير وسط مكمل ياكل. يا جماعه والله جاني فضول انا قد شفت المقطع ذا اكثر من مره كثير يعني ايش سالفه هذا الشخص؟ اكتبوا لي في الكومنتات بالله ترى ما اعرف القصه كامله ما ادري لكن هل هو من الحراره ولا اوفر ولا عنده شيء ما ادري الصدق والله ما ادري بس امي كيف تبي قطوتي عشان تخليها اتوقع تخليها في البيت يعني الله هي تنظف لتر بوكس وتحط لها اكل ايوه وتنظف <applause> الله العظيم انا اكلمكم من من واقع يعني معاناه كل بيت ان الام تقول ما نبغى بسه لا تجيبون بسه وانا اتكلم طبعا هنا عن امي هي تشوف المقطع ذا اكيد اوجه لها تحيه السلام عليكم فلا ما في بسه خلاص ما ادري كيف هذا ما ادري شو فجاه لما البسه هي اكثر واحده تحبها كذا لي طيب وين اللي قبل شويه قبل اسبوع ما تدري الله يقلع هذا الوجه الله يقلع هذا الوجه سوي كيوت والله ما انت كيوت والله مهما سويت ما انت كيوت شوف الاسنان يا لطيف ضخم ذا مربينه كمان ايش يبغون فيه؟ كنت متوقع ان التماسيح اذكى من كذا آه اوكي لابس اساس انه تمساح يعني واو سمعت صوت الفك اسمع اسمع صوت الفك وربي هذا ترى لو مسكك والله حتندم على ذا الحركات كلها اسمع, اسمع صوت الفك أوه. من اقوى الافكاك جمع فك افكاك والله ما ادري اظن اظن افكاك اسمع تكفر، روح جب لي مويه وتعال <applause> <applause> هلا ميسي والله راح ما شاء الله ايش قاعد تسوي ذا يا عيال؟ حلو الفلتر هذا تصدقون ايوه لا سريع سريع <applause> <applause> فلتر ذا <ده> بطل حيوان جديد بالسعوديه ارنب براس قط اوكي واضح انه في طقطقه في الموضوع امشي عادي ما ولا عشان رجوله اللي ورا طويله يعني يده ذيك مقطوعه الثانيه يده الثانيه ما هي موجوده يا اخي يد الثانيه هذه ايوه هذه اللي من جهتنا شوفوا كيف رافعها فوق كذا ينقز وات اللغه العربيه سهله رونالدو أفدول من ايوه صح صح يا اخي اسمي لا تعصب لا عصبي مره يا جماعه عطها نفس مو عاجب الخط مره صح أوه يبغى يترجم اسمه لا غلط كذا مرحبا اسمي السرعه هذا الشخص يا جماعه حرفيا احس بيجي ضغط لو تسالوني اتوقع بيجي ضغط في مرحله من مراحل حياته من كثر ما يعصب يعني اظن يمكن فيك ولا صدق ما ادري بس انه يعصب مره مره عصبيه يعني معلش احس بيجي يوم يجي ضغط او بيطق العرق بمعنى الكلمه رباك يوم ولد عمي فزالي في المحاضره في شيء يضحك؟ لا طيب ايوه قام اخذ الجوال ها الاستاذ ولا الدكتور واضح انه تلاحظ عليهم ملاحظات ولا ما بيشدها كذا اتوقع والله اعلم خاف من عدوك مره اوكي وخاف من صديقك الف مره <applause> هذا لما يقول لك تطبيق الحرفي خلاص كذا حرفيا اطبق المثل مكان السري الجديد هلا والله بالضباب ما شاء الله والسحب اوه الجبل الاخضر هذه في ابها بس واضح المقطع قديم لان النور اللي على الجبل الاخضر غيروه صار لونه اصفر من فتره الا لو رجعوه عاد ما ادري ما شاء الله المكان وين ذا يا جماعه خلونا نروح سالوني اهلي واحنا نتغدى كم معدل قلت لهم خمسه وطاح السقف <applause> الله الكذاب والله الكذاب شكلها اثنين ونص <applause> افا افا يا بسبوسه افا مين مزعلها هذه صدق واضح بردانه يا جماعه تصدقون وعندها مغص هو مغص يجي من البرد اصلا يعني اخي بساس كائنات والله تحزني ما ادري ليه يا اخي شفت دراسه قبل فتره يقولون ان اغلب ما ادري كم 90 في 60% من البساس عندهم حاله نفسيه صدق ذا الشيء لانه راح يفسر والله كثير من تصرفاتهم انعكاس السماء والغيوم على حق الارز ليبدو المنظر كانه من عالم اخر ما شاء الله ليش المقطع سريع ما مدني حتى اخلص الكلام وهذا سبحان الله يسال الله ان يرزقنا الجنه يا الربع الله يرزقنا الجنه ايش بون يسوون ذولا خلاص مليس صح يبغى اه تشوفون في نقطه في وسط هذا يبغون يمسحون أصير مستويه ايش الغباء هذا خرب أمه في الاخير ايوه يعني هو حاول 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 بعدين قفلت معاه قال قلن انقل والله لا ادخل انا بنفسي السؤال يعني هم ما عرفوا من اول طيب قبل لا يروحون يسوون تعبون نفسهم لعبت قرايني بالعربي ولاتني ما لعبتها قرايني قصدهم قراني طبعا اكشف اللبس يا جماعه تعال <applause> تعال يا حبيبي تعال يا اخي كلمة يا حبيبي هذه تدخل فيه كل شيء، رعب، رومانسية، طقطقة، استهبال، مدح، كل شيء تدخل فيها، سب حتى تدخل فيها كلها، هذا يقول انهم عبوا البيت حقهم بفستق اتوقع او اللي هي الاسفنج اللي الاسفنج اسفنج ايوه اسفنج يا لطيف والله شلت هم التنظيف، شوفوا يا جماعة كيف قاعد يز... هذا درج 10 مليون حبة والله ما ادري صراحه بس هو فله لكن والله اني على طول انا شلتها هم التنظيف لما <applause> ما ادري ما فليتها معهم انبسط اعطونا ذباتكم ما ادري ايش المطعم ذا بصراحه، هذه والله ينفع تلعب وتلعب تلعب، حتى بعد عاد قدرت اقول تاكل حتى، تلعب وتلعب. اه البيت يوم اكون سو... ماسك دايت. سبحان الله والله انك صادق. والله انه صادق. كذا مرمي برجر كذا مرمي تحت الطاولة ما ادري ليه دونات الدونات تحت المخدة البيت يوم وجبة المفتوحة ايوه تشوف ام النشوف البيت ناشف حرفيا البيت ناشف يا اخي ليه؟ والله ابغى اعرف ليه صدق ماشي ماشي والله الليمونة هذه من اصدق ما رايت اذا أخويك راعي فزعه بس فاهي هذه مي هذه مي فهاوه هذا عالم اخر بعد ايش بعد ايش شوف يا الله يقلع ام الفهاوه اللي كذا هذا مخه مو معاه حرفيا هنا ما في مخه في مكان ثاني قاعد يفكر شيء ثاني لما تجيني اوراق صح في الاونو يا جماعة والله حساب اونو الرسمي كتب آه نزل تغريدة قبل فترة قال انه ما تقدر اسحب اثنين تحط عليها اسحب اثنين، كيف؟ انا اليوم عرفت نفسي وعرفت الاونو وهي كذا هذا القانون ايش فيهم كذا قاموا يخربون؟ زين السؤال هذا صدق يوم شفت المقطع روباك الخاين اللي كان بيننا بعد هدف ميسي اه كلهم ارجنتيين الا هو فين هو؟ اوه كلهم دقيقة دي ما فهمت اوه لحظه مباراه السعوديه والارجنتين انبسط يوم والله انه نوخ... اي اي شوف الفرحه إيه؟ كيف بعدين قال اوه اه انا سعودي انا سعودي وانت صغير رايح تعطي ابوك جوالك قبل لا تخلص النغمه بسم الله، واحنا صغار اهدافنا اهدافنا يا جماعه نشوفها تنقذ العالم حرفيا نفس هذا الكاتسين اللي قدامكم بينما هي اصلا تروح جيب الجوال وخلاص بس يا اخي والله كنا عايشين حياه صدق حرفيا حياه كومبتتف اي شيء نقلبه كذا كومب لازم ايش اسرع وقت اجيب جوال فيه اسرع اجيب لك مو انا اسرع يا يهدي العب لحظة شو اللبس اللي لابسه فرنسا دي بالله لا لابس تشيلسي اوكي بس برضه يعني يا الله يا الله اقسم بالله يفوز المقطع هذا اذا المقلوبة ما كانت كذا لا تسميها مقلوبة ورني انا احب المقلوبة واعرف المقلوبة الصح من المقلوبة اللي ما هي صح وريني اشوف اطربني اه عايش ما تطلع صلاتي على النبي والتماسك صلاتي على النبي ما شاء الله ما شاء الله بس كان الصحن صغير الله ما شاء الله تبارك الله وين الباذنجان ما في باذنجان ليه ما في باذنجان